هناك مشكلة متفاقمة في العالم اليوم، للأسف قد تضر هذه المشكلة بعملاء مولدات ستانفورد: التقليد. يقوم به محتالون في جميع أنحاء العالم لتصنيع منتجات مقلدة، ويحاولون تمريرها على أنها منتجات أصلية إلى إدارة شركات تصنيع كبرى، حيث يضعون اسم ستانفورد على المولدات في محاولة لخداع العملاء. يتمثل الخطر الذي قد يواجهه العميل في حالة شرائه مولد ستانفورد أو AVK مقلد في أنه لن يحصل على مستوى الموثوقية وقوة التحمل والكفاءة المتوقع. عند شراء العميل لآلة ما، فهو يتوقع حماية استثماره، وإذا اشتريت آلة غير أصلية، فإنها لن تساعدك على التوفير في تكلفة التشغيل الإجمالية. شراؤك لآلة مقلدة لن يؤدي إلى تعريض استثمارك للخطر فحسب، ولكنه قد يعرض حياة مشغليها للخطر. نحن نقضي وقتاً طويلاً لفهم احتياجات عملائنا، ثم نطور المنتجات لتلبية تلك الاحتياجات. أما المقلدون فلا يفعلون ذلك. قد تسبب المنتجات المقلدة حدوث أعطال مبكرة وإصلاحات مكلفة. قام مهندسون بتحليل القطع المقلدة ووجدوا بها مواد رديئة الجودة وأبعاداً غير مطابقة للمواصفات، مما يعرض العملاء لخطر تدني الأداء وقصر عمر المولد وارتفاع معدل الأعطال الميكانيكية والكهربائية. منتجاتنا مصممة لتلبية مواصفات التطبيق، ولدينا فرق فنية هندسية هائلة تعمل على فهم متطلبات التطبيق، ومنتجاتنا مصممة لتلبية ذلك. ينظر المقلدون إلى الشكل الخارجي للمنتج، ثم يقومون بتصميم منتجهم، وقد لا يدركون متطلبات الأداء الداخلي للقطع. أفضل طريقة لحماية نفسك من خطر المنتجات المقلدة هو الحرص على شراء المنتجات من الموزعين المعتمدين ومصنعي المعدات الأصلية. منتجات ستانفورد وAVK الأصلية تقدم أحدث التقنيات العالمية وموثوقية مؤكدة وعائد استثمار ممتاز وضماناً رائداً في هذه الصناعة. حافظ على سمعتك بعدم التعامل مع المنتجات المقلدة. إذا كانت لديك استفسارات حول المنتجات المقلدة أو تريد الإبلاغ عن أحد أنشطة التقليد، فاتصل بموزع ستانفورد AVK المحلي لديك، أو تفضل بزيارة الموقع www.stanford-avk.com/verify عبر الإنترنت. بإدخال الرقم التسلسلي للمنتج يمكنك التحقق بسرعة من أن المنتج أصلي. احمي استثمارك، تأكد من حصولك على منتجات ستانفورد وAVK الأصلية.